اصحابي واصدقائي، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات العاب الميتافيرس الجامده جدا، وبالاخص لعبه بيج تايم ام ام او ار بي جي، بمعنى ماسيف مالتي بلاير اونلاين رول بلاي. حابب مبدئيا اشكر كل اللي بيدعموني على سلسله بيج تايم، واكيد طبعا كل الناس اللي بتشرفني بالسبسكرايب الجميل في القناه واللايك الاجمل اللي دايما بيشجعني ان انا اجيب لكم مشاريع والعاب ميتافيرس وان اف تي نقدر نلعب ونكسب من خلالها. في الفيديو الاخير لبيج تايم اتكلمنا عن اخر الاخبار وتاريخ اصدار اللعبه، هيبقى في اواخر شهر 6 بالكتير قوي للي مش معاه الايرلي اكسس، واللي معاه الايرلي اكسس هيبقى في اواخر الشهر ده بالكتير قوي، وده طبعا على اساس الكلام اللي هم مصرحينه في السيرفر الخاص بيهم على ديسكورد. واتكلمنا برضو عن ليه اللعبه ليها مستقبل كبير جدا في عالم الميتافيرس وعالم البلاي تو ايرن، وده راجع لشويه نقط مهمه جدا شرحناها في الفيديو اللي فات. طبعا اتمنى ان لو ما شفتش الفيديو اللي فات لبيك تايم تقدر تخش عليه من علامه الاي اللي فوق وتتفرج عليه، لان فعلا فيديو هيعجبك جدا جدا، وهيقدر يوريك ان ازاي لعبه بيك تايم في المستقبل هتبقى لعبه محبوبة من لاعبين البلاي تو ايرن واللاعبين العاديين. وبمناسبة البلاي تو ايرن، احنا شرحنا برضو المرة اللي فاتت ازاي تعمل ساين ان للاكونت الخاص بيك في الموقع، وشرحنا ازاي تدخل بالاكونت بتاعك وتعمل الاثنتيكيشن وتحقيق الهوية، وده بيسمح لك ان انت تشتري اكتر من 3000 دولار وتعمل ايداع اكتر من 2000 دولار، وغير كده برضو بيسمح لك ان انت لو بعت اي NFT او اي كوليكشن خاص بيك جوه لعبة بيك تايم تقدر ان انت تحطه في الماركت بليس وتقدر تبيعه، وبعد ما تبيعه هيجي لك في الوزدرولز هنا اللي هو بيندينج فاندز، وبعد كده هيتحول للبالانس. لو جينا بقى للشيء المهم جدا، وهو ان انت تودع فلوس في لعبة بيك تايم، هيجي لك طريقتين او اختيارين، منهم الكريبتو ديبوزيت ومنهم البنك اكاونت ديبوزيت، وده فعلا قرار ضخم جدا وقوي جدا ان هم يقدروا يعملوا بنك اكاونت، لان ده الطريق الوحيد ان هيقدر يدعم لنا ناس كتير او من اللاعبين العاديين ان يخشوا في العاب ال NFT والعاب البلاي تو ايرن، وبكده الماركت بليس او سوق بيك تايم يقدر يتوسع بشهرة اسرع من انه يكون فقط للكريبتو، لان طبعا زي ما انتم عارفين مش كل الناس او كل اللاعبين عندهم كريبتو او حابين يخشوا في العاب الكريبتو. هنا كتب لك ملاحظه ان انت لو حطيت اي فلوس مش هتقدر تسحبها غير لما تعمل الانتيتي فيريفيكيشن او تحقيق الهويه بتاعتك. ده بسيط جدا، انت بتحط الاي دي بتاعك او الباسبور بتاعك وبتتصور لو عندك ويب كام في اللابتوب الخاص بيك او الكمبيوتر، بعد كده بياخد له حوالي كام ساعه وبيديك الاوكي، وبكده تقدر طبعا تعمل ويزدرول عادي جدا من اي فلوس انت هتودعها جوه لعبه بيك تايم. تاني حاجة نيجي للكريبتو ديبوزيت، هيبقى بعملة الـ USDC، وبيقول لك هنا خلي بالك، بيقول لك ان انت لو اودعت اي عملة غير الـ USDC من خلال اي شبكة هتستخدمها للأسف هتخسر العملات بتاعتك. هنا بيقول لك عشان تعمل ايداع لازم تختار الشبكة والادرس الخاص بيهم كأي تحويل ايداع لأي عملات افتراضية في التحويلات العادية، وهتأكد على العملات الخاصة بيك سواء كنت هتبعتها من الوالت الخاصة بيك او اي منصة اكستشينج، وبتكلم قلنا ان لازم يكون USDC اللي هي العملة الثابتة للدولار. هتستنى لحد ما الشبكة تديك confirmation، وبعد ما يديك confirmation او successful كده بيقول لك ان الديبوزيت تم بنجاح، ولعبة بيج تايم هتضيف لك العملات بتاعتك جوه البالانس الخاص بيك او المحفظة الخاصة بيك للعبة. زي ما انتم شايفين جايب لنا 3 شبكات، وهم يعتبر اهم 3 شبكات، منهم السولانا والترون، لان الجاز فيز بتاعهم او رسوم التحويل الخاصه بيهم يعتبر منعدمه ويعتبر مش موجوده، وجايب لك كام كونفيرميشن لكل نتورك هتتم اول ما انت تعمل الايداع. هنا جايب لك للترون 19، هنا للسولانا مره واحده، وده طبعا بنسبه كبيره هيبقى اسرع، لكن طبعا بيختلف من وقت للتاني على اساس الضغط على الشبكه دي. بيقول لك ان اول ما تودع الفلوس هيتبعت لك ايميل ان انت اودعت فلوس في محفظتك في لعبه بيك تايم، وهياخد من دقيقه ل5 دقائق بالكتير قوي برده زي ما اتكلمنا، واكيد طبعا راجع للضغط على الشبكه دي. هنقول مثلا كرييت والد ادرس على السولانا، وبكده هيقدر يفتح لنا العنوان الخاص بالسولانا للعبه بيك تايم، السكرين كود اللي تقدر برده تعمل الايداع من خلاله، فهو مديك ده ومديك ده تقدر تختار منه اللي انت عايزه. بعد كده بقى نروح على البانك واير، وده طبعا هيبقى اسهل للناس العاديه او للاعبين العاديين، ولكن الايداع بيقول لك هياخد من يوم ليومين بالكتير قوي، ويكونوا برده مش اجازات. طبعا هو اسهل لناس كتير قوي بحكم خبراتهم في التحويلات العاديه او البنكيه، ولكن محتاج شويه وقت، واكيد طبعا هيسالك على كل التفاصيل البنكية
البنكية الخاصة بيك زي اسمك والبنك نيم والكانتري اللي موجود فيها البنك بتاعك والبلد برضو اللي انت عايش فيها والعنوان بتاعك والستيت والسيتي والبوستال كود الخاص، وهنا كل التفاصيل الخاصة بالبنك بتاعك زي السيتي اللي موجود فيها او المدينة اللي موجود فيها البنك بتاعك ورقم الحساب بتاعك ورقم السويفت الخاص بالحساب بتاعك، وبكده تقدر تعمل اد واير بانك اكاونت. اما يعني موضوع سهل جدا وهتمشي في الخطوات خطوة بخطوة، وبعد كده طبعا هيتضاف في الحساب بتاعك في خلال يوم او يومين عمل بالكتير او. هنا الماركت بليس بتاعهم بعد ما انت طبعا تعمل الايداع بتاعك تقدر تشتري اقل حاجة فيهم الرير سمول سبيس، وتقدر ان انت يبقى عندك مكان جوه تقدر تنشئ من عليه زي ما اتكلمنا في الفيديوهات قبل كده مكان لكرافت الايتمز او الاسلحة او البوشنز، وبكده تقدر تحصل على باسيف انكم من السبيس الخاص بيك جوه لعبة بيك تايم. اخر حاجه بقى حابب اتكلم عليها ان احنا زي ما اتفقنا هيبقى في اربع شخصيات منهم الشادو بليد، وده يعتبر هيبقى ماسك سيفين في ايده وهيبقى قادر انه يفايت في الوحوش اللي قدامه بطريقه الميلي او طريقه الستيلس، بمعنى ان هو يقتل من غير ما ياخدوا بالهم، ودي الطريقه اللي هيلعب بيها الشادو بليد. بعد كده الكرونو مانسر، وده طبعا برضو مهم جدا لان هو بيبقى معاه ستاف قادر انه يعمل باورفول رينج من مسافات بعيده، وده طبعا هيبقى مهم جدا في الدونجونز اللي هتبقى موجوده في لعبه بيك تايم. بعد كده التايم وورير، وده هيبقى الديفنس بتاعه تقيل جدا وهيبقى من اكتر الشخصيات اللي بتقدم دامج عالي في المونسترز، ولكن طبعا هيبقى تقيل شويه في الحركه بتاعته، ولكن الدامج والديفنس بتاعه عالي جدا والهيلث بتاعه برضو كبير جدا، ودي الطريقه اللي هيلعب بيها الوورير. بعد كده معانا الكوانتوم فيكسر، وده هيبقى داعم برضو للشخصيات قادر ان هو يزود الهيلث باصدقائه في الدونجونز، وده هيبقى مهم جدا في الدونجونز الخاصه بلعبه بيك تايم، وبرضو هيبقى بيضرب ولكن الدامج بتاعه مش قد كده، طبعا هيبقى الاكتر ان هو بيعمل بويزونز او بيدي سموم للمونسترز وبيساعد اصدقائه ان هم يكسبوا الدونجونز بان هو هيزود الهيلث بتاعهم. وهنا بيوريك ازاي الكوانتوم فيكسر قادر ان هو يساعد التايم وورير بزياده الهيلث بتاعه وهو بياتاك المونسترز. هنا برضو سكيل معين مسمى بالبربريان شوت للتايم وورير، وبيوريك برضو شكل الكاركتر وهو بيستخدم السكيل ده، وده سكيل اسمه باك ستاب برضو لشخصيه الشادو بليد قادر برضو يوريهولك ازاي، والفاير بلاست دوت للكرونو مانسر، دي الشخصيه الوحيده اللي معانا هي اللي بتبقى الرينج بتاعها بعيد. طبعا هو المفروض كان بيبقى فيه شخصيات مثلا في الالعاب اللي زي كده بتستخدم الاسهم وان هي تضرب من بعيد، ولكن هو طبعا انا بفضل الصراحه ان هو يستخدم استف زي دوت يبقى الاتاك بتاعه من خلال الماجيك زي الكرونو مانسر ده، وده هيل بيم برضو قادر ان هو يزود هيلث التايم وورير وهو بي فايت، ودي سكيلا اسمها التاونت برضو قادرة ان هي تعمل دامج لأكتر من مونستر بي اتاك فيهم التايم وورير، ودي برضو سكيلا شكلها جامد جدا اسمها فاير وول قدام كل الاعداء اللي داخلين على الكرونو مانسر. برضو هنا في هيلينج اورا، وده تقريبا زي زاويه كده او زي دايره كده بيعملها الكوانتوم فيكسر وبيهيل اي صديق ليه في الدنجون من خلال ان اصدقائه يقفوا جوه السيركل دي. انا تقريبا حاسس ان الكوانتوم فيكسر ده كل مهمته في الدنجون بالتضحيه وبالمساعده في مهمات بيك تايم. هنا برضو سموك بوف لشادو بليد كاركتر، وده زي ما انتم شايفين هيبقى بوس من البوسات اللي في اخر الدنجون، طبعا كله بيفايت فيهم عشان يقدروا ياخدوا ارباح و NFT قيمه جدا من الدونجون ده. ومعانا برضو الويرل ويند قادر برضو يعمل اتاك لاكتر من مونستر جوه الدونجون من خلال التايم وورير. ودي كانت كل حلقتنا النهارده عن بيك تايم، اتمنى تكون عجبتكم الحلقه النهارده وقدرت افيدكم فيها، واتمنى طبعا لو قدرت افيدكم ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والسبسكرايب الاجمل لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، واصدقائنا طبعا المهتمين بعالم العاب الميتافيرس يقدروا يخشوا في سيرفر الديسكورد الخاص بيا هتلاقوه في الديسكريبشن، وبرضو اللاعبين المستقبليين للعبه بيك تايم يقدروا ان يخشوا في سيرفر خاص ب لعبه بيك تايم هسيبه لكم برده في الديسكريبشن، كل الناس اللي فيه عرب ومتعاونين جدا ويقدروا يردوا عليك بسرعه جدا على اي استفسار حابب تساله في لعبه بيك تايم، وده بنسبه كبيره هيبقى اكبر كوميونتي موجود في عالم الميتافيرس الخاص بلعبه بيك تايم، فاتاكد ان انت تدخل فيه. واخيرا حابب اشكر كل اللي شافوني واللي هيشوفوني واللي بيشوفوني، اشوفكم في حلقه جديده جامده جدا من عوالم ميتافيرس مختلفه.
سلام.